لما واحد يأتي لتصريح صحفي أنا قلته عنه وعن زوجته المخالفة للقانون. لا احنا ما نبي نذكر ما نبي اسماء لان ما ندش في متاهات. اي تفضل. ما ذكرت اسماء. حلو. انا قاعد اعطيك مثال. يقوم هذا الشخص يقوم عليه قضيه على 5 محطات نقلت نفس اللقاء، ويرجع ترجع زوجته تقيم 5 قضايا على 5 محطات على نفس اللقاء، ويرجع ب5 قضايا هو وزوجته مجتمعين على نفس اللقاء، شو تسمي هذا؟ يعني تقصد ان هذا استهداف لشخصك؟ ما هموني. أنا قلت له بروح أبطل البحر. شو العداوة بينكم يعني؟ شو لهالدرجة وصلت؟ شو العداوة؟ شو اللي بعيد عن الساحة السياسية؟ لا أنا قاعد. من اللي تفريشهم؟ نعم. من اللي تفريشهم وقفلهم بالعمهم؟ أنت اللي تفريش. من اللي تصدى لهم؟ شلون التفريش يعني؟ طلعت أكاذيبهم كلها على الناس. مستلمهم من يقولون كل ما أرد عليهم، لأن بالأول ما هم متحجون وحكومة صامتة. زين. ولك واحد عندنا في شارع الصحافة مستعد يدش في دوشة وياهم. أنا تصديت لهم مع بعض الأخوان اللي دخلوا وياي.